اهلا بيكم مره تانية، وهنتكلم دلوقتي في هذه الجزئيه عن انهاء قوائم الانتظار للجراحات العاجله الحقيقه والجراحات المهمه. لكن الاول خلونا نشوف الانفوجراف ده عن قوائم الانتظار وانهائها، وبعد كده نرجع نتناقش مع ضيوفي. خلونا نشوف. طيب هروح على طول دكتورة سهير، طبعا رئيسة هيئة التأمين الصحي. دكتورة سهير، قولي لي يعني إلى أي مدى ممكن نقول إن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية حققت الأهداف اللي كانت مرجوة منها؟ هي لغاية دلوقتي حققت الأهداف. إحنا عاملين 75 ألف عملية في قوائم الانتظار. 75 ألف لغاية دلوقتي. متقسمين طبعا تأمين صحي ونفق الدولة ومستشفيات متعاقدة مع التأمين الصحي. يعني في المستشفيات التأمين الصحي أجرينا 16403 حالة في مستشفيات التأمين الصحي. المستشفيات المتعاقدة مع التأمين الصحي اتعمل 7178 حالة، ما تم إجراءه بقى في نفقة الدولة 20400 حالة. وإحنا مستمرين لقوائم الانتظار. سيادة الرئيس مدها 3 سنين، بتشتغل على عمليات القلب وجراحات القلب والأساطر والعمليات الكبرى زي المفاصل، عمليات الرمد. يعني ما بقاش في دلوقتي قوام انتظار. طبعا في حضرتك خط ساخن والمريض نفسه بيتصل بيقول له انت هتروح المستشفى الفلاني او مستشفى اكس يوم كذا لاجراء الجراحه، بيخش. ما بقاش في الشهور والسنين اللي كانت موجوده، لا دلوقتي بيخش فعلا في خلال 48 ساعة الأسبوع يكون عامل الجراحة في أي تخصص من التسع التخصصات اللي فيها قوائم الانتظار. لا، القوائم الانتظار مبادرة برضو ناجحة، اتمدت ل3 سنين. ما اعتقدش ان المريض دلوقتي بيعاني من حاجة، لان هو كان الاول بيروح في قوام يقول له لا لسه ميعادك ما جاش، لسه هنبعت لك، لسه هنكلمك. لا دلوقتي ده هو بيخش على الخط الساخن بيتصل بيقولوا له انت عامل هتعمل عمليه ايه، بيوجهوه على المستشفى اللي يعمل فيها العمليه. تمام. بيروح يلاقي اسمه هناك وياخد، لو في تامين صحي بياخد التحويل، لو نفق الدوله في ليه كارت برده بيروح بيه. القوقعه برده، القوقعه بالنسبه للاطفال الصغيرين دلوقتي برضه بتتعمل. احنا يعني في الاخر كانوا جايبين 1000 قوقعه. يعني مستشفيات مصر تقريبا كلها مشاركه في قوائم الانتظار، تامين صحي ونفق الدوله ووزاره الصحه، مستشفيات خاصه معموله عقود معاهم على قوائم الانتظار. تمام. طيب دكتوره ايناس، قولي لي الارقام دي بتعني ايه بالنسبه لك؟ يعني وصلنا ل 75000 حاله. دكتوره سهير بتقول ان مده الانتظار بقت حاجه قليله جدا، يعني توصل ل 48 ساعه. لا لا، مش للدرجه دي. لا احنا في مع المواطنين الرقم بتاع التسجيل غالبا ما بيردش على كل المواطنين ولا علينا احنا، ما بنحاول مع مواطنين. هم عملوا جزء وانا معترفه بكده، بس مش كل الارقام اللي انا طالبت بالارقام في اللجنه على فكره ولسه ما جاتليش من 3 شهور. عايز اعرف انواع العمليات اللي وصلت ل 75000 عمليه، وازاي عملنا ده كله في الفتره القليله دي. انا ما عنديش مانع يعملوهم، بس في مازال قوائم كتيره جدا ومرضى في حالات حرجه وما بيقدروش يوصلهم ولا بيتعمل لهم، وده موجود واحنا شايلين الحمل ده. هم اشتغلوا في جزء لكن مش كل الجزء. في حاجات كتير لسه عايزه والتظبيط، وبالذات تسجيل المرضى. كل المرضى بتشتكي من دخولها، وانا بلغت الوزاره كم مره. يمكن التامين الدكتوره سوير بتتكلم على الجزئيه بتاعتها والارقام ارقام مقبوله، لكن بقيه الارقام اللي في بقيه المستشفيات لا، في مرضى بتاخد بالسنتين وبالثلاثه
ومعايا كروت كتير للمرضى دول وكلها يعني دي الحالات الحرجه. ما اعرفش بقى القايمه اللي هم عاملين بيها ال 75,000. خلينا نسال الدكتوره سهير القايمه. انا عايزه انواع العمليات. انا طلعت بيها كم مره. خلينا نتكلم عمليات المفاصل. لا بس ده التامين يا دكتوره سهير. لا ده انا عايزه كل ما هو التامين مشارك مع الوزاره. خلينا نتكلم في الجزء اللي هي موجوده عندها. ايوه ما انا بقول لها الجزء بتاعها ده. كلنا بنشتغل تحت منظومه واحده هي وزاره الصحه. ما هو التأمين الصحي جزء من وزارة الصحة. إيه أنواع العمليات؟ عمليات القلب المفتوح، عمليات الأساطر القلبية، عمليات المفاصل، عمليات الرمد، عمليات القوقعة، عمليات جراحة الأورام، كل ده موجود في 9 تخصصات في قوائم الانتظار. الأرقام لا مظبوطة حضرتك، ما بقاش في سنة واثنين زي معلش مع احترامي دكتورة إيناس. لا أنا قلت سنة واثنين بس في قوائم دكتورة سهير. في قوائم حضرتك الأرقام. أطفال القلب عندنا قوائم. أطفال القلب احنا بنعمل يعني. عمليات القلب وتعاقدنا مع الأورمان دكتور مجدي يعقوب بيروح له في قوائم الانتظار، جمعية الأورمان بيروح لها، عندنا مستشفى أطفال مصر بنعمل 150 حالة شهريا، بنعمل في مستشفى سبورتنج في اسكندرية في طنطا. حضرتك في 3 مستشفيات في التأمين الصحي بيعملوا جراحات قلب أطفال، وفي مستشفى بهتيم بنعمل فيها جراحات قلب أطفال، ما توقفناش في جراحات القلب الأطفال ولا يوم بالنسبة للتأمين الصحي. يعني كل الناس بتسجل على القوائم وبتتصل وبيتصلوا بينا كمان في الهيئة لو حد ما ردش بيهم، احنا برضو كل تليفوناتنا مفتوحة بندخلهم على القوائم لأن السيستم يسمح ان احنا بندخل الناس على القوائم، بنقول له توجه للمكان الفلاني بيخش بيعمل العمليه. يعني حاليا مثلا الاساطر القلبيه كانت بتقعد كان في ويتنج ليست بست شهور لسنه، دلوقتي لا يعني اقل حاجه دلوقتي اسابيع بالنسبه للاساطر القلبيه. كويس. مهندس ايسم، ايه الدور اللي ممكن يعني تقوم بيه تكنولوجيا المعلومات في موضوع زي قوائم الانتظار بحيث انه الناس ما تضطرش فعلا تستنى التليفون وكل هذا الكلام، ايه الدور اللي ممكن تقوم بيه؟ برضه يا فندم زي مبادره 100 مليون صحه هي برضه عمود فقري لمبادره قوائم الانتظار، بمعنى انه المواطن لما بيسجل بياناته بيسجلها على ويب سايت، لما بتسمع اوتوماتيك بتسمع عند غرفه العمليات اللي شغاله على قوائم الانتظار بتسمع اوتوماتيك من خلال برضه ويب سايت. التقارير والاحصائيات والارقام اللي بتتقال بخصوص ال 75,000 حاله دي موجوده يا فندم عندنا بالاسم وبالرقم والرقم القومي ورقم الموبايل تفصيليا، نقدر نطلع تقرير بيها في ثواني. فهي النقطة في كده انه كل ما قللنا العامل البشري وتدخله في تلقي الخدمة، اولا كل ما كانت الجودة اعلى، ثانيا كل ما كان الفساد اقل، ثالثا كل ما كانت السرعة في تقديم الخدمة افضل. فبالتالي الموضوع مش بس احصاء، لا ان انا بسهل تقديم الخدمه نفسه عن طريق تكنولوجيا المعلومات. مش انا اللي قائم على المنظومه الالكترونيه بتاعته، اللي قائم عليها مهندس وائل شحاته، لكن ده موجود بالفعل. موجود طبعا، لكن ده موجود طبعا وتفصيليا، وانا شفته مسجل بنفسي. كله مسجل. انا ممتاز. بطالب بنسخه تاني للمره العاشره اشوفها بس عشان نبعت نسخه لوكيل لجنه الصحه بحيث ان هي تقدر ان هي تجيب على مسؤوليات الاطفال. لو اقول لك على الواتساب هتبعتها لك بكره ان شاء الله. خلاص مستنيينك.